في أرض مكة المكرمة، وفي عام 240 للهجرة، وفي شهر رمضان المبارك، اصطف المصلون لأداء صلاة الفجر، ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد خرج إلى بيت الله الحرام، لكن رجلا من بينهم كان يدعى أبو غياث لم يكن قادرا على الوقوف، ليس لأنه كان طاعنا في السن، بل لأنه كان جائعا، فقد بلغ منه الفقر حدا جعله ممسكا عن الطعام لمدة 3 أيام دون أن يجد لقمة يسد بها رمقه. فلما فرغ أبو غياث من صلاته قعد على محرابه منكسرا حزينا يفكر في حال أهل بيته وما أصابهم من جوع وفقر، وأخذ يحفر التراب من حول جسمه بيده مشغول يتمنى الآخرة ويفكر في الجنة وما فيها من نعيم. وبينما هو على هذه الحالة فإذا بشيء يقع تحت يده فحاول سحبه كأنه ذيل أفعى مختبئة في التراب، فتعوذ بالله لكنها لم تتحرك، فإذا به حزام ثقيل مملوء بدنانير ذهبية. فريح أبو غياث برؤية الذهب ونسي جوعه وألمه وراح يفكر: اليوم لن ينام أهل بيته جوعا. ولكن انتبه إلى ما هو فيه وتحركت في نفسه الأمانة، وهو رجل ذات خلق ودين، وقال في نفسه: هذا المال ليس لك. فهذا المال يسمى لقطة، وحكم اللقطة في الإسلام أن يبقى عند من يجده لمدة عام كي يعرف الناس بها، فإذا لم يأتي صاحبها صارت له، فإذا جاء خلال العام صار لزاما أن تعود إليه. فرجع أبو غياث إلى بيته حزينا يفكر بطريقة ما ليخبئ فيها الحزام عن عيون زوجته لبابة، خشية أن تراه وتتحرك في نفسها الوساوس فتشجعه على أخذ بعض الدنانير منه، وخوفا أن تهلك بناتها ووالدتها العجوز التي تعيش معهم من الجوع. ولكن رأته زوجته وراحت تسأله عن الشيء الذي يخفيه في يديه فأنكر، لكنها صرت عليه أن تعرف فأخبرها القصة كاملة، فقالت له: يا أبا غياث، أنت مضطر ويحق للمضطر أن يأكل الميتة، فما بالك ونحن نكاد نهلك جوعا، فأشفق على بناتك وعلى تلك العجوز وخذ منه ما نسد به جوعنا. فتهللت أساريرها عندما نظرت إليه، فظنت للوهلة الأولى أنه قد وافق أخيرا، ولكن نظر إليها قائلا: والله لا أفعل، ولئن مسسته أنت أو أخبرت به أحدا ما كان من أمره فأنت طالق. فاغتاظت زوجته وتركته وهي غاضبة، أما هو راح يبحث في الأرض، ربما وجد بعض فتات الخبز تسد جوع أهل بيته، فوجد بضع تمرات على الأرض وكسرة خبز وعاد بها إلى أهله وهو يشم روائح الطعام المطهو من البيوت المجاورة استعدادا للفطور، فزادته ألما على ألمه، ولأنه كان عزيز النفس يأبى أن يطلب المساعدة من أحد، فقد راح يردد في نفسه: الحمد لله على كل حال. أعطى ما وجده من الطعام لزوجته وبناته ولوالدتها العجوز، أما هو فقد ظل صائما لليوم الرابع، فما وجده من طعام بالكاد يكفي أهل بيته. الله أكبر الله. ورفع أذان المغرب في المسجد الحرام من أطهر بقعة في الأرض، وبدأ الناس يتسابقون على الموائد يملؤون بطونهم بكل ما لذ وطاب من طعام، أما أبو غياث فظل جالسا في ساحة الكعبة ينتظر إقامة الصلاة وقد رق جلده وبالكاد يقوى على الحركة من شدة الجوع. وبعد أن فرغ الجميع من الصلاة إذا برجل من خراسان يقف بين الجموع وينادي: يا معشر المسلمين، من وجد حزاما فيه 1000 دينار فرده عليه، أضعف الله له الثواب. حتى اقترب منه أبو غياث فقال له: يا خراساني، بلدنا فقير أهله، شديد حاله،
أيامه معدودة ومواسمه منتظرة، فلعلك يا ولدي تعطي من يجده مكافأة له نظير أمانته، يشتري بنصفه شاة يعتاش منها أهل بيته الجياع، ويشتري بالباقي قربة ماء يسقي بها الحجيج، فتكون بابا لرزقه. فرد الخرساني: لا والله يا أبت لا أفعل، ولكن نحيله على الله تعالى. فأسقط في يد أبي غياث ويأس منه فقال له: اتبعني فحزامك عندي. فتبعه الخراساني إلى بيته، وراح أبو غياث يحفر في الأرض ليخرج الحزام، ففرح الخرساني وقال: هذه دنانيري. وراح يعد المال بينما أبو غياث ينظر بحزن وحسرة، فما أحوجه إلى دينار واحد فقط ليطعم به أهله. أما الخرساني فوضع الحزام على كتفه ثم غادر دون أن ينطق كلمة شكر واحدة. فتعجب أبو غياث من جحود هذا الرجل ولؤم طباعه، وما هي إلا لحظات حتى عاد الخرساني إلى أبي غياث من جديد ومعه الحزام، وبدأ يقص قصته عليه. مات أبي وترك 3000 دينار، وأوصاني في مرض الموت أن أخرج ثلثها وأهبها إلى أحق الناس به، ففعلت. ومنذ أن خرجت من خراسان إلى أن وصلت إلى مكة ما وجدت إنسانا يستحق هذا الحزام أكثر منك، فخذه بارك الله لك. فوضعه على الأرض في دار أبي غياث ثم هرب. وبكى أبو غياث وبكت زوجته وقال لها: أرأيت يا لبابة، من ترك شيئا لله عوضه الله بأفضل منه، وأن الله لا يضيع أجر الصابرين وهو أرحم الراحمين. أرأيت يا لبابة، منعنا أنفسنا دينارا حراما فرزقنا الله بألف حلال.